حياكم الله من جديد. تتعدد الفنون وتنوعت، ولكن تميل النفس دائما إلى ما يجذبها من هذه الأنواع، خاصة الفن التشكيلي اللي يعد من أجمل أنواع الفنون وأقربها إلى النفس. فسحة جميلة من الوقت نقضيها في رحاب الفن التشكيلي. الصورة طلعت وما فيني ما أحكي عن هذا الجمال وهذه الروعة اللي معانا حاليا على الشاشة، أبونا ربي يحفظه ويرعاه ويتمم عليه الصحة والعافية، ونشوفه دائما قدام عيننا لأن فيه مركب حياتنا يسير ويمشي، والكويت دائما في أمن وأمان بوجوده، ربي يحفظه ويرعاه. يسعد صباحك هنوف المرجاني، وحياك الله معنا في صباح الخير الكويت. الله يحيي، صباح الخير جميعا. يسعد صباحك وتسلم أناملك على هذه الرسمة الخلابة. تسلمين ما قصرتي. خلي لي اياك، كل شغلك وايد حلو ومبدع بصراحة، ويمكن اللوحات راح تطلع معنا، لكن هذه تحكي، هذه ريشتها كانت تحكي من خلال ما رسمتي، من ربي يحفظه ويرعاه ويطول لنا بعمره. تسلمين ما قصرتي. إذا بروح حق هنوف وبسأل هنوف وبقول لها الفن والريشة والرسم يتبع الفطرة ولا حب وصقلتي من خلال الدراسة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أحييكم كلكم. طبعا الفن يعني الواحد ساعات يحس بالموهبة اللي عنده إياها. صحيح. بالفطرة، فالواحد لازم شوية يسقل هالموهبة. فبديت تقريبا الفن من 2001. نعم. والوالدين الله يحفظهم يعني شافوا الفن هذا عندي، فحبوا ان هم يسقلون هالموهبه اللي عندي، وودوني معاهد ودورات، فنميت نفسي من منذ الصغر على قولتهم. صادقة. ولحد الان الحمد لله انا قاعده اشارك في معارض داخل وخارج الكويت. يمكن ربي يحفظهم، دائما الوالدين هم بدايه الانطلاقه لكل موهبه جميله في العيال. أكيد. عندهم. أكيد. فنتمنى من خلال ما قالتها هنوف ان الكل يلاقي شنو الموهبه اللي عند ولده ولا بنته ويحاول يصقلها، مثل ما قاعد نشوف الحين فنانه مبدعه. ربي يحفظهم لك ويطول بعمرهم يا رب العالمين. يمكن حكيتي عن مهرجانات او خلينا نقول مشاركات دخلتيها من خلال لوحاتك الفنيه داخل وخارج الكويت، خلينا نتكلم عنها هنوف. طبعا في مشاركات داخل الكويت، في عندنا الجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه عندها معارض سنويه. حلو. تقيمها واحنا نشارك فيها كاعضاء، في يعني عندنا عضويه في جمعيه الفنون التشكيليه. نعم. ايضا عندنا مجلس الوطن للثقافه والفنون والاداب هم. صح. ايضا عنده معارض قاعد يطلع الشباب والهواة اللي يرسمون في الفن هذا. نعم. وبصراحة يعني احنا قاعدين نشوف في المعارض لوحات وايد قيمة وايد حلوة، لكن احنا بس فقط ينقصنا المتذوق بالفن التشكيلي. تلاقينا مو موجود عندنا في الوقت الراهن. نادر. نادر ما تلاقين متذوق في الفن التشكيلي ويجي ويشوف اللوحات يعطيك التشجيع هذا. فقط احنا للاسف قاعد نشوف في المعارض. صحيح. فقط الناس الفنانين نفسهم، نفسنا احنا. حلو. كلنا قاعد نشوف بعض. حلو. في المعارض هذه ما قاعد نشوف ناس يدد، ناس ذويقه لهذا، ذويقه للفن، او خلينا نقول مثل الدول الغرب او الدول الاجنبيه مثلا، متطلعين بالفن. يعني يقول لك حتى يعني حتى الناس العادية اللي في الشارع تلقينهم ساعات هم اللي يقولون لك واو، يعني في شيء بسيط يعني انت قاعد تسويه، يستمتعون ومتذوقين بالفن ويحسون فيه. يعني هو مجرد ترى الفن هو احساس طبيعي. يعني الواحد اذا مو موجودة الالوان في الدنيا شنو راح تشوفين؟ اسود وابيض. إيه يعني هذا شيء يعني الواحد المفروض يحبه ويتذوق فيه ويحسه، يعني يحسه صادجة. إذا بروح معاك للفن التشكيلي، شنو اللي يميز هذا الفن من خلال دراستك، من خلال حبك له؟ اللي يميز الفن التشكيلي اللي هو الرسم، إن إحنا نطلع هذه المشاعر في اللوحات مرئية، وساعات تحسين فيها باحساس. هذا بيرني لسؤال ثاني، كلامك بمتمها. اي. وين تلاقين نفسك؟ الصوره تناديك وترسمينها، ولا احساسك ياخذك من يدك ويخليك تمسكين الفرشه وترسمين؟ هو احساس. احساس. هو احساس لما انا احس ان ابي ارسم لوحه، ساعات قبل لا يعني قبل لا انام او اول ما اقعد من النوم تلاقين فكره في بالي لازم انفذها على طول. صحيح. عاد على حسب الظروف اقدر اقوم الحين اسويها ولا أأجل، وطبعاً إذا أجلت هذا طبعاً أنا ما أنصح أي فنان تجي له فكرة وما يروح ينفذها حتى لو سكتش.
صادق. لأن ممكن هذه الفكرة تروح من في باله وبعدين اللي بغى يسترجعها ما راح يلاقيها بالدقة اللي هو كان يبيها يعني. صادق يعني ريشة الفنان مثل قلم الشاعر. بالضبط. إذا الفكرة من بنات أفكاره راحت خلاص راح تروح معاها. بالضبط. الرسمة وبيت الشعر والقصيدة بكامل. بالضبط. إذا برجع معاك للمدارس اللي تعتمدين عليها من خلال فنك التشكيلي هنوف، يمكن بداياتك كانت هذه فطرة عندك، بعدين أكيد في مدرسة ملتي لها تقريبا أو حسبيتيها أكثر، بعدين رحتي نوعتي مثلا، فشو اللي تركزين عليه من هذه المدارس؟ هو في البداية الفنان أو أي موهوب يبدي في البداية أنه هو يرسم أي شيء ملموس قدامه اللي هو الفن الواقعي، هذه البداية. صحيح. بعدين شوي شوي يعني يغير من أسلوبه، ممكن أنه هو يرسم مثلا فن التجريدي أو فن السريالي أو فن يعني الفن التأثيري. صحيح. لكن الحين لو احنا بنتكلم عن المدارس التشكيلية، المدارس التشكيلية هذه موجودة لكن الحين منتهية شوية من الساحة الفنية اللي هو كعرض. الحين احنا فن الحداثة، فن يعني على قولتهم يسمونه الفن التشكيلي المعاصر. حلو. اللي هو لما انت تبي ترسمين رسمة ترسمينها بإحساس، بتجريد اللي انت يعني مو اي مشاهد يقدر يشوفها او يقول والله هذا ويه ولا والله هذا بورتري معين. من اللي يقدر يشوفها بالضبط؟ الفنان والمتذوق بس، واللي يحس اللي عنده احساس كثر من اللي يحس اللي عنده احساس. ساعات انا اشوفها بشغله بشكل ثاني، يعني ارسم شيء باحساسي وانقله، لكن ممكن اي احد ثاني ليش هو أكيد كل إنسان له مشاعره وأحاسيسه، إذا بشاف اللوحة راح يشوف فيها شيء ثاني، ممكن هالشيء يصير مايل له يعني أكثر. صحيح. فالمدارس مثل ما قلت لك في هذا الزمن الحين إحنا فن الفكرة. صحيح. فن الحداثة، فن العصر الحين الحديث. إحنا بذكر لك مثال، يعني إحنا آخر مرة رحنا ميلانو في معرض، رحنا وشفنا المتحف اللي داخل في لوحات ما تتخيلين شن مدى بساطتها، لكن هي تقدر في ملايين على قولتهم. لما انت تشوفين لوحة كلها كاملة سادة بس مشقوقة بالنص، هذه بروحها فن، هم يقدرون هذا الشيء، لكن احنا لو تي اي احد يشوف شنو هذا لوحة ومشقوقة بالنص، شنو يعني شنو الفن اللي فيها؟ نحتاج الى المتذوق. لكن احنا المتذوق ممكن الفنان يقصد فيها العمق، ممكن الفنان يقصد فيها شيء، يعني لازم الواحد شوية يتذوق. صح انه صعب على اللي ما عنده التذوق الفني هذا، لكن الاطلاع ضروري. يساعد. صحيح. على ان احنا نفهم الفن التشكيلي بشكل. صحيح. عام. يعني برايك ممكن يدرس الفن التشكيلي بالمدارس هنوف؟ اكيد. وتحبين يكون هناك ماده معينه تعنى بالفن التشكيلي؟ يا ليت والله. شوفي احنا للاسف نفتقر هذه الاماكن. فقط عندنا كليه التربيه الاساسيه هي اللي عندها التخصص اللي هو تربيه فنيه. للاسف يعني بس عندنا كليه واحده. صادق. زين. هذا الشيء يعني اوكي نفس الشيء، انت تاخذين وتدرسين 4 سنين في الكليه، لكن تتخرجين شنو؟ تتخرجين مدرسه. صحيح. مدرسه في التربيه. انزين. وفي التربيه الماده مو محسوبه. صحيح. مو محسوبه ومو داشه يعني، فانت ما عندك الا المرحله الثانويه هي اللي نسبه بسيطه ممكن تدش في. يعني تتمنين انه يكون هناك تركيز على هذا الشيء. يا ليت والله. ترى التذوق الفني وايد يساعد الانسان حتى. صحيح. في حياته. صحيح. يعني الواحد لما هو يكون دارس الفن في بشكل عام راح يكون فيه تذوق حتى في حياته. صحيح. اليوميه ممكن انه هو يكون لا نظرة أسلوبه بكلامه في كلامه في أسلوبه في كل شيء. صادقة. هنوف يمكن بعجالة سريعة يمكن خذانا الوقت، أبي أعرف مشاركاتك الخارجية، إذا في مشاركات خارجية مستقبلية راح تكون إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عندنا مشاركة مع جمعية الفنون التشكيلية بإذن الله. حلو. في بولندا عندنا. حلو. هناك راح نعرض لوحاتنا كلنا كفنانين وأعضاء جمعية الفنون التشكيلية في معرض الفن المعاصر هناك في 25 و26 فبراير بإذن الله. قوات الله. وشكرا لوجودك معنا في صباح الخير الكويت، وفنانة تشكيلية رائعة بأنامل الأروع. قوات الله. شكرا لفنانتنا الجميلة هنوف المرجان. راح نرجع لكم إن شاء الله بفقرات كثيرة وعديدة عبر صباح الخير الكويت. فاصل وايد صغيرون فلا تبعدوا.